لقد كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام أقوى الرجال، وكان باستطاعته أن يحج من المدينة إلى بيت الله الحرام على الأقدام، وكذلك سائر أصحابه الكرام، لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته كما هو معلوم. فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده تلك الرغبة الجامحة في التقرب إلى الله بما شرع، فترك الحج على الأقدام وهو مستطيع، وهو في زعم هذا المحدث الحج على الأقدام أفضل؟ هنا تصبح هذه القضية بدعة، لأنه اقترن فيها قصد العبادة بأمر لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو على بيانه الذي يشمل الفعل أيضا. بخلاف إذا ركبنا اليوم الطائرة، فالطائرة بلا شك معتذة، لكن هي تدخل في المصالح المرسلة لأنها تسهل على الناس الحج إلى بيت الله الحرام.